هذه ليست حقيقة، ليس هذا من الحقيقة في شيء. كفى كفى، عيب على أمة أن تكذب على نفسها. كذبنا على أنفسنا 1400 سنة، ألم تأتي لحظة المحاسبة لكي نكون لدينا الجراءة والصدق العلمي المنهجي المهني أن نحدق في عين الحقيقة كما نحدق في عين الشمس وإن آلمت؟ الحقيقة مرة، وتساءلت لماذا هي مرة؟ لماذا يقول شوقي إن الذي جعل الحقيقة علقمة؟ لماذا هي علقم؟ مع أن الحقيقة في ذاتها ولذاتها لابد أن تكون جميلة وجليلة وحلوة ولذة ومستعذبة. تعرفون لماذا؟ لأن أعداءها أبوا إلا أن يجعلوها مرة. الحقيقة لا تقف أيها الإخوة منتصبة مفردة متوحدة في الميدان، أبدا يتناوشها الأعداء من كل جانب، الشهوة والغرض والحسد، الحسد والحقد واللوثة العقلية واللوثة النفسية والمنفعة والمصلحة والطائفية والمذهبية والسياسة ودجل السياسة والحزبية والضعف البشري والسعم والملل أيها الإخوة والنظر القاصرة، النظر في موضع القدمين. أعداء الحقيقة يجلون عن العد والحصر فيجعلونها صعبة جدا جدا جدا. مجاهد وفدائي هو الذي يريد أن ينشد الحقيقة. أكثر جهادية واستشهادية منه هو الذي يعانقها أيها الإخوة ويتقبلها برحابة صدر ويبشر بها. هذا قضى على نفسه بالشهادة حتما حتما، ربما ماديا ربما معنويا، ربما ماديا وقطعا معنويا. لذلك الحقيقة لا يمكن أن يستفيد منها حقا إلا أجيال تأتي. الجيل الحاضر من الصعب، الجيل الحاضر دائما يؤدي ثمنها الشهادة الفدائية فقط ليستفيد منها جيل آخر، جيل آخر نفس الشيء أيها الإخوة، وهكذا. لكنها تعب كما يقال بالإنجليزية، تعب. من هم جيناتها؟ من هم مورثاتها؟ رجال على مثالية عالية جدا إلى حد أن يتهموا بالجنون. لماذا؟ لأنهم ما دامت الحقيقة كل هؤلاء أعداؤها. لا يمكن أن تعب أيها الإخوة إلا إذا حملها رجال من طراز فريد جدا جدا إلى حد أن يتهموا بالجنون أو الحمق، مستعدون ومتأهلون للتضحية بكل شيء في سبيل أن تعبر الحقيقة.